اون مايلز يبقى فيلير اوف ذا هارت توصل لايت بريشر وذ اتس نيدز اد اون مايلز صح. لما الرايت سايد هارت فيلير يحصل يبقى في سيستميك كونجيشن ماشي. رقم 2 ليفت سايد هارت فيلير لما الليفت يحصل في فيلير مش هياخد من الرئه يبقى عنده لون كونجيشن. طب رايت وليفت فيلير هيبقى عنده الاثنين عنده سيستم كونجيشن وعنده لون كونجيشن ده اسمه كونجستيف هارت فيلير. يا ريت تركزوا في الحته دي. احنا اتعودنا ان الرايت سايد اسم الدلع بتاعه كونجستيف هارت فيلير الكلام ده علميا خطا لان هو عنده سيستم بس. لو انت بتقول كونجستيف يبقى قصدك الاثنين يبقى رايت وليفت مركزين. يبقى دي اول تقسيمه اناتوميكا. تاني تقسيمه لو كاردك او بوت فيلير وهاي كاردك او بوت فيلير. وده كلام لو كاردك او بوت منطقي. كاردك او بوت 5 لتر لما يقل 3.5 ولا 4 يبقى فعلا الكاردك او بوت اقل يبقى انسجته عالي فده لو كاردك او بوت صح. وده علاجه ان انا ادي حاجات تزود الكاردك او بوت ديجيتاليز وكده ده منطقي. انما اللي مش منطقي او انت يعني توقعك هاي كاردك او بوت ازاي يا سيدي هاي كاردك او بوت القلب بيخرج 5 لتر حاليا بيخرج 20. طب انت عايز احسن من كده؟ ماشي بيخرج 20 بس التشو محتاج 40 يبقى ما عندهاش احتياجاتها يبقى فيلير زي السيرتوس كوتس. راجل بيشتغل ليل نهار ومواد نفسه 24 ساعه ويزود دخله بس مش مكافح احتياجاته يبقى فيلير. فالهاي كاردك او دوت فيلير فيه الكاردك او دوت عالي ولكن التشو محتاجه اكتر. ده بقى اديله ديجيتاليز عشان ازود الكاردك او دوت لا طبعا عالي السبع عالي السيرويد سيرفكس كوتس يبقى في لو كاردك او دوت وهاي كاردك او دوت. التقسيمه الثالثه اكيوت هارت فيلير وكرونيك هارت فيلير اكوردنج للانسيت. التقسيمه الرابعه ودي يعني اللي ايه شكلها اتراكت شويه سيستوليك فيلير ودايستوليك فيلير. دي بقى يعني اللي تثبت انك متابع وبتقرا. سيستوليك فيلير يعني العيب في ايه؟ في البامب في البامب في السيستول بدا يتحسن الديجيتاليز لان هتقوي كونتراكشن. انما دايستوليك فيلير هو الدايستوليك بيحصل في ايه؟ فيلينج القلب بيملى دم استعدادا للسايكل الجديده. طب لو ما ملاش دي خسارات الجديدة مش بتلاقي دم بتصبه يبقى فيلر. فالدايستوليك العيب في الفيلمنج مركزين؟ السيستوليك العيب في البامبنج فور اكزامبل ميوكاردال انفاكشن عضل ضعيف. انما الدايستوليك العيب في الفيلينج القلب مش عارف يملى. ايه اللي يخلي القلب ما يملاش؟ الاكسبانشن. مش انت عارف ان 70% من الدم بينزل في الاول فالقلب يستقبله جرافيتي فاضل 30% يديله باي الانتر كونتراكشن. بس لازم مع الانتر كونتراكشن يحصل اكسبانشن للفلتر ياخد. طب ايه رايك لو الفلتر مخشن؟ مش هيبقى في اكسبانشن. ايه رايك لو الفلتر المخنوق؟ مش هيبقى في اكسبانشن. فالدايستوليك فيلير بيحصل في حالات ريستريكتيف كارديوميوباسي او كونستريكتيف بريكاردايتس يا مخشن يا مخنوق. مركزين؟ يبقى لو انت عايز تذاكر دلوقتي الهارت فيلير هتقول هو فيلير وظهر توصل لغايه تيشو الاكسينيت هتركز على كلمه اب اون تايم. التقسيمات اناتوميكا رايت وليفت وبوس ثم لو كاردك اب اون اللي هو الديفينيشن وهاي كاردك اب اون ثم اكيوت وكرونيك ثم ستوريك وداستوريك. الايتيولوجي اوف هارت فيلير ودي بسؤال تحليل صغير. الايتيولوجي اوف فيلير ركز الدخله الاولانيه اكيوت وكرونيك اوعى تنسى لان هنا غلطه مشهوره انك تكون داخل على طول على الكرونيك. يبقى ركز اكيوت وكرونيك وبعدين خد الاكيوت ارسم القلب كده وقول لي اكيوت رايت اكيوت ليفت اكيوت بوز. ناخد اكيوت رايت ناخد ايه؟ اكيوت رايت امشي معايا بالانادول كده الرايت فنتركل بدي دم لمين؟ للبلمونر اللي بيروح لمين؟ للمن واللون اللي بيعمل بطيء بالكوره. فالاكيوت رايت يشمل ماسيف انفارشن في الرايت فنتر ماسيف رايت انفارشن اكيوت فيلس. اثنين ماسيف بلمونر امبوليزم سكه مسدوده يبقى مفيش دم هيعدي يبقى فيلس. ثلاثه ماسيف لانج كولابس
مش انت بتزيد ده انت بتزق الدم في البلمونري اللي بيخش جوه اللنج الارتريول. طب ايه رايك لو اللنج قفلت؟ الارتريول قفلت ده بيحصل بوست اوبرتيف. العيان اللي مش متحضر كويس وهو داخل العمليه في بعض الحالات بيحصل اكسسيف ميوكاس سكريشنز بعد العمليه. الميوكاس ده يتجمع يروح قافل ميجر برونكس. لما البرونكس اتقفل يحصل في اللنج كولابس يبقى الراد الراد منتر هيزق الدم في البلمونري اسمها ماسك بوست اوبرتيف لانج كولابس. احنا مش من الالات المشكله فاضل ايه؟ البلوره. ايه رايك في حاجه اسمها تنشن ليوزورس؟ يعني البريشر في البلوره بقى بوزيتيف يبقى المنج كولابس. فالاكيوت رايت قول لنفسك من الرسمه. اكيوت رايت قول لنفسك كده اهي من الرسمه والرسمه قدامك من الالات. خلاص؟ نروح للاكيوت ليفت برضه من الالات بس هنتاخر خطوه لورا. انت هنا بادئ منين؟ الرايت فنتر هتبدا هنا منين؟ من الليفت فنتر اتاخر شويه. اكيوت اكيوت مايترابري اكيوت مايترابري ها ماسف انفكشن اكيوت اورتيك ريجرش صحيح مالجنانت هايبر تنشن. احنا قلنا هايبر تنشن يعني ايه مالجنانت؟ يعني الكوليسترول فوق ال 130 بس معاه بابيل الدين. وكون البابيل دي ما حصلت يبقى ان شاء الله هيبقى عنده اورجان فيلير اكيوت هارت فيلير واكيوت رينال فيلير. احنا قلناها يبقى اللي عايز يقول اسباب الفيلير يقول اكيوت وكرونيك. ده سؤال الاكيوت من الرسم ده الرايت. طب والاكيوت ليفت نفس الكلام بس اتاخر خطوه. ابدا منين؟ من مايترا اكيوت مايترا ريجيرش ماسك من فرش اكيوت اورت ريجيرش. ها اوعى تقول هايبرتنشن اوعى تقول سيفير تقول ايه؟ مليجنت. طب ايه رايك اكيد رايت وليفت مع بعض بقى؟ مايوكاردايتس مايوكاردايتس زي حالات الروماتيك فيفر الروماتيك كارديتس في الروماتيك فيفر. نروح للكورونيك. الكورونيك برضه هتقول حاجات في الرايت وحاجات في الليفت. في الحاجات اللي في الرايت اللي في الرايت حاجات في الرايت اتريوم وحاجات في الرايت فنتريوم. طب واللي في الليفت حاجات في الليفت اتريوم وحاجات في الليفت اوه الرايت اتريوم انا ما اعرفلوش حاجه غير ان في تريكاسبيد يبقى تريكاسبيد ستينوزيس تريكاسبيد غير وميكزوما. صحيح الميكزوما اكتر في الليفت لدرجه ان اسمها ليفت اتريوم ميكزوما بس ممكن تحصل في الرايت. طب ايه رايك حاجات في الليفت اتريوم هتقول ايه؟ مش هتعرف ايه اللي بيتقل بصحيح. مايترا الاستنوزس مايترا ما فيش حاجه تعرفها اكتر من كده. طب الفنتركل بقى الفنتركل بقى سواء رايت او ليفت ركز قول له بريشر اوفرلود فوليوم اوفرلود. بريشر اوفرلود وفوليوم اوفرلود ومين؟ والدكتور. يعني الاول حاجه في الميكارديا وبعدين نشوف الدكتور. بريشر اوفرلود اديني مثال على الرايت. بالمونر استنوزس بالمونر هايبرتنشن طبعا ليفت اورتيك استنوزس وسيستميك هايبرتنشن. طيب فوليوم اوفرلود اي اس دي بالمونر ريجيرش تراكاسبيد ريجيرش وفي الليفت مايترا ريجيرش اورتيك ريجيرش. فاللي بيذاكر يركز على العنوان بس يقول الفنتركل بريشر وفوليوم ويسيب الاكزامبل بعد كده ما تضيعش وقت ان انا اقعد احفظ الاكزامبل. عيب في الميكارديوم اسكيميا انفارشن كاردونورسي. وبعدين فاضل مين؟ دكتور. العيب في الدكتور الدكتور اللي جاب فيلير يعني دراجز اتروجينيك. الدراجز المعينة دراجز تجيب فيلير في ديزيز ذا هارت. عيان قلبه تعبان وراح لجراح لقى ضغطه عالي قال لك لسه هبعت له حد هنكتب له هو كونر مين؟ بيتا بلوكر. فالبيتا بلوكر والبرابا مين؟ لو واحد من كارثه شامل لهم نيجاتيف اندروجينيك فيلير. فلو انت اديتهم لعيان قلبه تعبان هيجيله فيلير. طب واحد قلبه سليم هل في دراج يجيب هارت فيلير لواحد قلبه سليم؟ اه يعني ربنا يعافيكم من الادويه المؤثره الكيمو ثيرابي. عشان كده العيان اللي ياخد جلسات كيمو ثيرابي ساعات دكتور او نايب الراديو ثيرابي بيبعتهولك
يقول لك اديته جرعتين كده وبينهم شوفوا له عشان يكون دخل في الفيديو. لازم تشوفه وتعمل له ايكو عشان تشوف دخل في الكارد ولا لا. لو حد سالك في الكلينيك او الشكوى ايه الدراسه اللي تعمل فيليور اصحى تقول له لو القلب ديزيز ولو القلب نورمال. انا رايي ان اول مذاكره للفيليور تبقى عناوين. يعني كل اللي نفسك الديفينيشن ما هو هارت فيليور بس تاخد بالك من كلمه هات ونورمال. التقسيمات تقول لنفسك هاي كارد اكوت لو كارد اكوت اكيوت كرونيك سيستوليك دايستوليك وعلى كده اللي تحتها يقرا بس في التسميه تسمع العمليه. الايديولوجي خد بالك اديوت كرونيك. طب والاكيوت الرسمه بتاعت الراي. طب والليفت الرسمه بتاعت الليفت بس هرجع شويه ورا على المايكرو. الاثنين مايكرو بايز. طيب الكرونيك حاجه بالاتريوم وحاجه بالفنتر. الاتريوم انا ما اعرفوش حاجه بالفالف والتيوب. طب والفنتر كده رشق وفوليوم والعضله. وفاضل مين؟ الدكتور. والدكتور يا قلبي تعبان من الاجهزه. لازم رحمكم الله لازم الهارت فيلير والهايبر تنشن يذاكر بالطريقه دي اللي بتسمع العناوين. لدرجه انك ممكن في اخر الموضوع تجيب ورق بيضاء او موضوع الورقه وتكتب العناوين بس بتاعت كل حاجه. بعد كده بريسبتيتنج فاكتورز. يعني ايه بريسبتيتنج فاكتورز؟ يعني الريجيرش ده موجود حصل عيان عنده هايبر ريجيرش نتائج ريجيرش في الكوريا اوفرلود والقلب مستعجل مفيش فيليير ولكن حصل العيان حاجه صغيره بريسبتيت فيليير دي اسمها بريسبتيت فيليير. اهميتها انها بريسبتيت فيليير وتاني اهميه انك لو ما عالجتهاش العين بيدخل ريفراكتور هارت فيليير ما بتحسنش. ممكن يجيلك اثنين عينين فيليير بدون نفس العلاج واحد يحسن والتاني لا ويطلع في الاخر ان التاني عنده انيميا ما تحسنش. فالبريسيدي فاكتور بتاعها ولا دي مهمه؟ البريسيدي فاكتور تشمل انا في الكارديولوجي لما بتزنق لما يسالني عن اي حاجه ومش لاقي سبب ومش عارف افكر اقول له واحد روماتيك فيفر اثنين انفكتد اندوكارديتس انا بفكر. فهنا هقول كده واحد روماتيك فيفر واحد روماتيك فيفر اثنين انفكتد اندوكارديتس ثلاثة ما هو انفكتد انفكشن يبقى واحد روماتيك فيفر اثنين انفكتد كورفتس ثلاثة شيست انفكشن يبقى كده ثلاثة. وبعدين تخيل كده بقى حياته يبقى أربعة ستريس عشته كده ستريس خمسة انفايرومنتال هيوميديتي. طب ده علاقته ايه بالقلب؟ انت حكمك على العيان ايه؟ قالوا اخباره ايه اتحسن؟ لا ما اتحسنش عنده كرش نفس. لو نسبه الهيوميديتي عاليه في الجو انت نفسك كسليم ما تعرفش تاخد نفسك. فما بالك بقى انها يبقى ستريس وانفايرومنتال هيوميديتي. اكسس سولت انتيك خد العلاج وما اتحسنش لانه كل يوم بياكل فسيخ. في موسم الشم النسيم لو انت ليه بعناية ممكن يجيلك حالتين ثلاثة كاردك أزمة بالمنر قديمة بسبب ايه؟ المكان في سيء فيها هاي صوت يبقى صوت انتك. وبعدين انيميا الدم اللي رايح للقلب عامل هايبوكس وزيها سكيما كارت ديزيز الكورونري مش مين دم العضل هيتحسن ازاي؟ هو كان بيتر ريجيرش ماشي كويس بس لما حصلت له سكيميا كبرت. سيروتوكسيكوزس زودت الحمل على القلب. بريجنسي زودت الحمل على القلب. ما هي كانت كويسه مايكرو ريجيرش كويسه لما جت حامل تزود الاوفر لود على القلب ظهر الفيلم. يبقى البرسيدنج فاكتور اول ما تبدا روماتيك فيفر انفكتيف اندوكاردايتس فكرتك بالشيست انفكشن يبقى كده ثلاثه. تعالى بقى نشوف العيان عايش ازاي. بيبقى ستريس انفيرومنتال هيوميديتي صوت يبقى كده بينا ستة صح؟ وبعدين تعال نشوف القلب رايح له دم كويس ولا لا؟ يبقى انيميا وكورونا هارت ديزيز. طب تعال نشوف شغل القلب يبقى سيارة توكسيكوز وبريكنس لو قلنا الحمل عليه فانت رتبها كده اسمها بريسبيتيتنج فاكتورز. خد بالك في ايديولوجي وفي بريسبيتيتنج فاكتورز. طيب ربنا سبحانه وتعالى اداك قلب واحد صح؟
فمش معقول ان القلب الواحد ده اي حاجه تحصل له يدخل في فيلير. ربنا سبحانه وتعالى بيديله كومبنساتوري ميكانيزم. خد بالك من الكلام، الكومبنساتوري ميكانيزم لا تمنع الفيلير وانما تؤخر اعلان الفيلير. يعني القلب تعبان بس في كومبنساتوري ميكانيزم حصلت خلت العيان ما يبانش عليه، ما يشتكش من الكارديو كاربوت، بس ده على حساب مين؟ على حساب القلب. ايه الكومبنساتوري ميكانيزم اللي قلناها؟ المساح. لحد دلوقتي احنا قلنا ديفينيشن، ايه اللي لازق في دماغك؟ اول تايمز. كلاسيفيكيشن كام واحد؟ اربعه. مش هتنسى ان شاء الله سيسبل كونداستوري. الايتيولوجي داخله الاوليه اكيوت وكرونيك، والاكيوت يرسم الرسم، الكرونيك انتريم وفنتر، والفنتر كلكم ريشر وويليام وعضله ودكتور بس افتي بعدها انت. الميرسيتيك فاكتور الثلاثه الاوليين بتوع الكارديولوجي، وبعدين ظروف العيان، وبعدين ظروف القلب والحبل اللي على القلب معايا. الكومباساتور ميكانيزم تبدا من القلب. القلب حاسس ان هو تعبان، والقلب هدفه يدي للتشو 5 لتر في الدقيقه، صح؟ فهو عايز يحافظ على هذا الهدف حتى لو على حساب نفسه. فاول كومباساتور ميكانيزم هي تاكي كارديا. القلب رقم واحد هيعملها ليه؟ رقم اثنين فايدتها ايه؟ رقم ثلاثة ضررها ايه؟ يبقى انت تركز دماغك على كده. هيحصل ايه تاكي كارديا؟ ركز كده في القلب. المفروض القلب بيستقبل دم، صح؟ ياخد الدم ده يشطه. طب ايه لو القلب تعبان؟ يبقى الدم ده هيتراكم. هيتراكم فين؟ في الراي سايد، صح؟ مش لازم يستقبل الدم. الدم لما يتراكم في الرايت اتريوم يعمل ريفلكس تاكي كارديا، ده اسمه بين ريتش ريفلكس، صح؟ طب القلب لما ما خدش الدم هيطلع كارديك اوتبوت؟ هيقل، يبقى الضغط هيقل. الضغط لما يقل يعمل ريفلكس تاكي كارديا اسمها ميريز لو. يبقى ليه حصل تاكي كارديا؟ عشان حاجتين، بين ريتش وميريز لو. البين ريتش في استقبال الدم، وميريز لو في خروج الدم اللي هو البلد ريتش. طب ايه الفايده؟ الفايده ان الكارديك اوتبوت بيساوي الهارت ريت في الستروك فوليوم. الهارت ريت في الستروك فوليوم. الطبيعي الهارت ريت 70 والستروك فوليوم 70، يا ريت تصحى. 7 7 49 و0 يبقى 5 لتر. صح؟ ايه رايك لو الستروك فوليوم بقى 35؟ ده مثال مش مظبوط يعني عشان هيبقى عادي. فالهارت ريت بقى 140، طبعا مش المفروض اقول 140 يعني، فلو ضربتهم برضه يطلع 5 لتر. هو ده اللي بنبص له ده اللي بيطلع. فالكارديك اوتبوت ثابت، بس خد بالك الكارديك اوتبوت ثابت على حساب مين؟ عشان كده لو جالك عيان، لو جالك عيان عنده تاكي كارديا لازم تدور على سبب التاكي كارديا. ممكن التاكي كارديا تكون انذار بالفيلير. العيان ما بيشتكيش بس عنده انذار بالفيلير، خد بالك. فبيجي على التاكي كارديك بفحصه، لو فيلر كنت عرفت اسمع كده، وبعدين ادور على التي اس اتش لو كان كلينيكال بره الموضوع، ادور على التي اس اتش عشان الثيرويد، وبعدين كتاكيت. ايه كتاكيت؟ ستريس انزايتي نيروزس، وده اكتر في مين؟ ما شاء الله. عشان كده مش اي حد فيكم يروح النهارده يلاقي تاكي كارديك يبقى في حاجة من الاسترس. يبقى أول ميكانيزم تاكي كارديا في الضهر الكارديا لو دوت 5 لتر بس القلب سليم. قرارها لو حصل مرض التاكي كارديا، يعني خد بالك العين عمل تاكي الهارت عمل تاكي كارديا فحافظ على الكارديا لو دوت، محدش خد باله ومحدش عالج السبب، فتاكي كارديا عماله تزيد. لما تبقى في مارك التاكي كارديا يبقى مفيش فيلم من الهارت، هي حقيقة ازاي؟ فضرب التاكي كارديا انها لو بقت مارك الفيلم بتاع الهارت هيقل، فالفيلير هيبان بقى. يبقى الكومبنساتوري ميكانيزم هدفها الانذار. Thank you.
والمسافر الميكانيزم هدفها المحافظه على الكهرباء اللي موجوده، بس في نفس الوقت انذار لك يا دكتور انك تشوف السفر ده كهرباء دي. اسال نفسك حصلت ليه؟ فايدتها ايه؟ المحافظه على الكهرباء اللي موجوده، ضررها ايه؟ لو زادت. تاني كومباسات الميكانيزم برضه بالهارد. خد بالك. الهارد لو لقى ان السكه ضيقه ده اسمه بريشر اوفرلود، العضله تدخل يحصل هايبرتروفي عشان تقدر، يبقى تاني ميكانيزم هايبرتروفي الهارد ان العضله تدخل. بيحصل ليه؟ البريشر اوفرلود فايدته ايه؟ يزود سترينث اوف كونتراكشن فالكارديو اوتبوت يحافظ عليه. طب ضرره؟ ضرره ان العضله الرقيقه دي كان بيروح لها دم في الكورونري كوريدور سي، العضله كبرت وبقت من نوع المالوف المفروض يروح لها 5 سي، ما زال يروح لها 1 سي يبقى كده اسكيميا. يبقى ضرره برضه لو زاد عن حده ماركت هايبرتروفي يحصل اسكيميا في العضله. عشان كده الرجاله بتوع كمال السومو معظمهم اخره كارديو فاسكولار هارت فيلر. ليه؟ لان هو من كتر التمرين اللي بيعمله والحاجات اللي بيشيله بيحصل هايبرتروفي في العضله، يحصل لاخر حياته كارديو فاسكولار لان العضله بتعاني من اسكيميا. فتاني ميكانيزم هي الهايبرتروفي بتحصل في حالات البريشر اوفرلود، فايدتها سترينس اوف كونتراكشن، ضررها لو ماركت بعاني من اسكيميا. افرض القلب لقى فوليوم اوفرلود، فوليوم دم كتير جاي له، ربنا سبحانه وتعالى ادى للقلب ستارلينج لو. ايه ستارلينج لو؟ ستريتش اوف ماسل فايبر وذين ليميتس يؤدي الى سترونج كونتراكشن. فتالت كومباساتري ميكانيزم دايلاتيشن بتحصل ليه؟ في الفوليوم اوفرلود. فايدتها ايه؟ ستارلينج لو، ضررها لو ماركت دايلاتيشن. لو حصل ماركت دايلاتيشن هيدخل في مور ويكنس ومور في الهير. لها تفسير بس يعني تحس ان هو قمي. تعرف العضله عباره عن اكتين وميوسين. الاكتين بيعمل سلايد على الميوسين، هو ده الكونتراكشن. في هنا التروبونين بيمنع علاقه الاكتين على الميوسين. التروبونين احنا كنا بنقيسه في الانفارشن. عشان يحصل كونتراكشن يجي الكالسيوم يشيل التروبونين يقول له اوعى، والاكتين يحصل له سلايد على الميوسين يحصل كونتراكشن. بيقولوا ان لما يحصل مارك ممكن الاكتين يتفصل عن الميوسين. يبقى الضرر هو المارك دايلاتيشن يؤدي الى ويك مصر. احنا بنتكلم في الكومباسات الميكانيزم اللي سرحان. القلب عمل ثلاثه، تاكيكارديا وهايبرتروفي ودايلاتيشن، وكل واحده فيهم وانت بتذاكرها تقول حصلت ليه؟ فايدتها ايه؟ ضررها ايه؟ بسرعه التاكيكارديا حصلت ليه؟ بين بريدج ونايت لو. فايدتها المعادله كارديك اوتبوت يساوي ضررها لو مرت التاكيكارديا تشتري. الهايبرتروفي حصل ليه؟ بريشر اوفرلود. فايدته زود الكونتراكشن، ضرره الاسكيميا، العضله كبرت قوي. الدايلاتيشن حصل ليه؟ وليام اوفرلود، فايدته ستارلينج لو، ضرره ماركت يؤدي الى ويكس. طيب ده القلب، القلب عمل كده، القلب بيخدم مين؟ الجسم، طب الجسم يشارك بقى. فالجسم يعمل اثنين كومباسات الميكانيزم. رقم اربعه، الجسم يظن ان كميه الدم قليله، هي بتشرب رايح لها دم قليل عشان القلب تعبان. فتظن ان الدم قليل قد ايه؟ يزوده. فرابع كومباسات الميكانيزم هايبر فوليميا، ودي بتحصل نتيجه صوت اند ووتر ريتنشن. الصوت اند ووتر ريتنشن بيحصل نتيجه اربع ميكانيزم مكتوبين في موضوع الإديمة في السيمبتوم، ولكن على الاقل خد اثنين، حاجه بتزيد وحاجه بتقل. اللي بيزيد الالدوستيرون، الالدوستيرون لما يزيد يعمل صوت اندوتر ريتنشن هايبر بوليميا. حاجه بتقل الانف، انف اي ان اف اتريال نتريوريتك فاكتور، اسمه اتريال مش انتي، يعني بيطلع من الاتريوم. حاليا لو بيطلع من اماكن كتيره بيسموه تيشو. نتريوريتك فاكتور سموه بيبتايد دلوقتي، ده اسمه تي ان بي، تيشو نتريوريتك بيبتايد.
ده في الفسيولوجي بيقولوا ان القلب هو بيشتغل عايز يريح نفسه، القلب نفسه بيساعد نفسه فبيطلع الانف، القلب بيطلع هرمون اسمه انف عايز يساعده، فالانف يعمل ايه؟ ركزوا، يعمل دايوريسيس، انا قلت فسيولوجي، ونتريوريسيس يخرج ميه ويخرج صوديوم، يبقى كده بيقلل حجم الدم فيريح القلب مش لازم بريلود، ويعمل فازو دايلاتيشن في الارتري فالقلب لما يزق الدم ما يلاقيش مقاومه يعني يقلل له الافتر لود، يبقى الانف ربنا سبحانه وتعالى طلعه عشان يقلل البريلود ويقلل الافتر لود، يقلل البريلود يعني يقلل الشر اللي داخل القلب عن طريق سولت اند ووتر دايلاتيشن، والافتر لود يقلله عن طريق فازو دايلاتيشن. ده بيطلع منين؟ من القلب. طب القلب تعبان وعمال يساعد نفسه ويطلع انف 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 وانت ما خدتش بالك، فانت في الاخر هيحصل نوع من الاكزوشن فالانف يقل، اضطر انه يقل يحصل العكس، بدل فازو دايلاتيشن فازو كونستريكشن، وبدل سولت اند ووتر اكسكريشن يحصل سولت اند ووتر اكسكريشن. احنا بنتكلم عليه هايبر فوليميا، سيبك من نوع الدماغ بقى، الخلاصه هايبر فوليميا نتيجه سولت اند ووتر اكسكريشن على الاقل نتيجه زياده الالدوسترون ونقص القلب. الهايبر فوليميا كان هدفها خير، هدفها ان الدم يزيد فتنشط تنعم، انما للاسف الهايبر فوليميا هتبقى لود على الهارت ماشي. فاضل ميكانيزم اخير، الجسم لما حط احتمال ان كميه الدم قليله عمل هايبر فوليميا. طب مش ممكن الجسم يحط احتمال ان العضله ضعيفه؟ ممكن، هو الجسم مش رايح له دم، الجسم بدا يعاني، فيقول في حاجه من الاثنين، يا الدم قليل اما عمل هايبر فوليميا، يا اما القلب تعبان ما بيصفش بيطلع له كاتيكولامين. الميكانيزم الخامس كاتيكولامين، بتطلع نتيجه شعور الجسم بلو كرد الاوتبوت، فايدتها هتزود الكونتراكشن، ضررها هتعمل فازو كونستريكشن، يعني زودت البريفرال ريزيستنس، فالقلب اللي بيجي يصب الدم يلاقي مقاومه. طريقه العرض دي طريقه سهله. الكومبوسات الميكانيزم بكتب كتيره بتعرض بطريقه معقده عن كده. يعني يقول لك افتر لود وبري لود واسهم طالعه واسهم نازله. انت خد انت الفكره وبعدين عرضها زي ما انت عايز. الكومبوسات الميكانيزم خمسه، القلب عمل ثلاثه اللي هم تاكيكارد والدايلاتيشن والهايبرتروفي، ودول تسال نفسك ليه؟ جسمهم ايه؟ ضررهم ايه؟ الجسم عمل اثنين بناء على احتمالين، الدم اللي جاي قليل لان مفيش دم يبقى هايبر فوليميا، او القلب تعبان يبقى كاتب فوليميا. حد فاهم؟ كريتيكال بريشر، كريتيكال بريشر، بص كده لو رايت سايد فيلير، هيجي يستقبل الدم ده مش هيستقبله، فالدم يقف كده يبقى سيستميك كونجيشن سيمبتوم، وتكتبها ما تقولش كده تقول تروح دي ما مشيت. طب لما ما استقبلش دم يبقى الدم اللي خارج قليل يبقى له كاردك اوتبوت سيمبتوم صح؟ يبقى الرايت بيعمل كده. طب تعالى للليفت، الليفت لما يكون تعبان مش هياخد الدم من الرئه يبقى لان كونجيشن. طب بما انه ما استقبلش دم يبقى اللي خارج له كاردك اوتبوت، مفاجاه الرايت فيه كاردك اوتبوت والليفت فيه كاردك اوتبوت، مش ده ديفرنشال؟ مش ده ديفرنشال فيلير وظهار مصابات، يبقى الهارت فيلير بيساوي له كاردك اوتبوت. هل هو ناطق كفرا ولا ايه؟ مش هو فعلا الفيلير له كاردك اوتبوت؟ بس في ان بي في هاي كاردك، لاحظ لحد دلوقتي ان الفيلير في سيستم كونجيشن ولو كاردك اوتبوت، او لان كونجيشن ولو كاردك اوتبوت، فدي ثلاث اربعات مشيت في قبل كده رشيت سيمتوم اوف كاردك بيشن 10، سيمتوم اوف كاردك بيشن 10 ثلاثه كبار اللي هما سيستم كونجيشن لان كونجيشن ولو كاردك اوتبوت، وثلاثه بي انا بقول رشيت بين بالبيتيشن وبريشر استناو حطهم هنا بين، ممكن يحصل نتيجه ان سبب الفيلير اسكيميا انفارش بالبيتيشن التاكيكارديا بريشر استراوندنج لو القلب كبير، هو لازم القلب كله يكبر عشان يعمل بريشر الليفت يترم لوحده يكفي. فخلاصه الكلام ده كلمه واحده وانت ماشي كده تقول لنفسك الهارت فيلير اول ست مجموعات في الشيب، دي بخلص السيمتوم بتاعت الهارت فيلير اول ست مجموعات في الشيب اللي هم مين؟ سيستم كونجيشن واللو كاردك اوتبوت واللو كونجيشن، ومعايا الثلاثه دي مركزين؟ ده السيمبتوم وتقولوا بعد كده جنرال ساينس،
هم هم تاخدوهم وتقول لهم صن. يبقى انت لو قلت كده ست مجموعات دي خلاص خلص. ليه بقى؟ ناخد اول واحده انت قلتها سيمبل الساين تقول ساينس اوف سيستم كونجيشن وتقولها بطريقه الساينس كونجيستد نيجرين اللارج تندر ليفر اسايتس اديما. لما السيمبل بتاعتها كانت انسومنيا واديما حاجه فوق وحاجه تحت وعايز ابدو بين فرقه الكوندريا سيبتك سيمبل الجوريا اسايتس اديما. انما الساينس بعد كده ساينس اوف لان كونجيشن اصحى السيمبل كان بعيدها كافو اكسبكتريشن وكلام من انما الساين باي لاترال بيزل كريبتيشن. لو انت بتكلم في التليفون بقول لك العيان ظهر له باي لاترال بيزل كريبتيشن تقول لي فيليور ليه تصدق فيليور او فاتر ستروس. بعد كده ساينس اوف لوكر تبدل هي السيمبتوم ديزنس وجيدنس وسنكرو مشهور في كلينيكال ان يقول لك قول لي يا ابني ساينس اوف لوكر تبدل انت ما سمعتش حاجه اصلا انت سمعت كلمه لوكر تبدل وانت داخل ديزنس جيدنس دي غلطه مشهوره. الساينس بلس ضعيف بلاد بريشر قليل بريفرال سيانوزس بلس بلاد بريشر بريفرال بلر كله حق البيت كولد اكستريميتيز اسمها ساينس ولوكال ساينس. انا بقول الجنرال ساينس هو سنتر كانت كام؟ سته احنا كده خدنا ثلاثه فاضل ايه؟ البريشر. انت في السنتر قلت البريشر على السراوند ممكن تطلع منها ساينس في حاجه اسمها ما تعرفينها العين لما ينام ونفسه يتكرش يعمل ايه؟ يقعد اسمه ايه؟ طب لو صدى دي ممكن تكون من لان كونجيشن ممكن تكون من بريشر واحد قلبه كبير. يبقى رقم اربعه في الجنرال ساينس وصلنا. رقم خمسه اي وارد ساين اي وارد ساين اي دبليو اي ار تي اي وارد ساين كولابس اوف ال 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 اعتقد عارفينها لور ليفت لانج لوب هو القلب اكثر شمال ولا اكثر يمين؟ اكثر شمال يبقى يضغط على اليمين على الشمال خلاص يبقى دي ليفت لانج ويضغط اكثر على مين؟ انا اسف لا مش جينا خالص لا مش الاور ساين بتحصل لو جاله ريكاردو ديفيوشن. ايه اللي فكرني بقى؟ اللي عرفت ان انا سبت الفيلير ودخلت الفيوجن لما جيت اقول اللور لوب لان اللور لوب يعني جرافيتي. طب والفيلير ده اللي هو الجرافيتي ده فيوجن فدي بتحصل في حالات البريكارد فيوجن مش هنا. يبقى نرجع لكلامنا تاني الجنرال ساين ساين اوف سيستم كونجيشن ساين اوف لان كونجيشن ساين اوف لو كارد اوت بوت اور سوبنيا. طب والبلس في حاجه مميزه في البلس في الفيلير؟ بلسس الترنانز تحط ايدك على البلس تلاقي واحده قويه واحده ضعيفه واحده قويه واحده ضعيفه. بس ده بيحصل في الليفت فيجر ولا في الرايت؟ ليه ما بيحصلش في الرايت؟ لان الرايت ما بيعملش بلس الرايت بيزق الدم من الرقبه يبقى بلسس الترنانز. يبقى لو انت قلت ان الفيليا اول ست مجموعات في الشيت يبقى دي منهم السيمبتوم والجنرال ساين. طب لوكال على الهارت لوكال كارديك ساين برضه ممكن نقلل الكلام وانت تبقى تفرد اول حاجه في الكلام تشيمبر اللارجمنت. يعني لو كان رايت سادل فيلير يبقى رايت فنتريكولار اللارجمنت وطول مواصفاته. طب لو كان ليفت يبقى ليفت فنتريكولار اللارجمنت وطول مواصفاته. فاكرينهم؟ الرايت فنتربي احنا قلناها في الراوند، الرايت فنتربي لما يكبر يعمل ايبكس ديفيوز وشيفت اوت وريتراكتنج، ثلاث حاجات في الايبكس. الايبكس تبقى ديفيوز وشيفت اوت وريتراكتنج. وبعدين اتنين بلسيشن ايبيجاستريك بلسيشن وبار استرنال بلسيشن. واثنين دولس البير اريا واللور اند اوف ذا سبيرما. ده سؤال بيجي في امتحانات الراوند ما
right ventricular enlargement signs كام؟ 7. 3 في الايبكس و2 بلسيشن و2 بلس. طب لو كان ليفت ventricular الايبكس بس شيفت داون اند اوت ولوكالايزد وبلجنج، يبقى اول حاجه في الكارديال ساين هي الشامبر اللارجمنت اللي فردها انت الرايت والليفت. تاني حاجه تاكي كارديا، مفيش فيلير من غير تاكي كارديا. تالت حاجه لما الليفت فنتركل يكبر يعمل ايه في الماترال رينج؟ يوسع، يبقى عنده ماترال ريجيرش. طب لو رايت سايد ماترال كاسبر ريجيرش. وكلمه فيلير تساوي ايه؟ جلو. يبقى رقم تالت انت قلت اول حاجه تشامبر اللارجمنت، تاني حاجه قلت تاكي كارديا، تالت حاجه جلو بروجيرش. جالو ريفيرش. لو على الرايت سميهم تراكاستيك، لو على الليفت سميهم مايتر. انت وانت بتذاكر الموضوع شكله ادبي اكتر منه علمي. صح؟ ولكن لازم تعامل الموضوع. كلينيكال بيكشر خلاصتها ست مجموعات شيت وتشامبر وتاكيكارديا وجالو ريفيرش. انت لو انت عارف اللجنه وجات لنا سؤال كلينيكال بيكشر وفيلير وانا عايز افكرك اقول لك ايه؟ ست مجموعات وتشمبر وتاكي كارديا وجالبو ريجرش، تعرف تكتب انت تفاصيل؟ طبعا تعرف، لو انا اديتك دول تكتب لك ثلاث ورقات. بيتحسب وش؟ واحد لها ورقة اللي هي مفتوحة معانا امبارح يعني. أنا هنا سؤال. هو من عيلة ملتزمة يعني. لما حكيتنا بيحكي لمامته و لا ورقة مفتوحة أنا هنا سؤال. فالأم بقى عايز يحللها تقول له ده رزقك. ربنا سبحانه وتعالى رزقك. عشان على هواه. إنما لو كانت ورقة مفتوحة واللي جابه نقل كان يبلش. ف نزلت دي فالكلينيكال بيكشر اول ست مجموعات و تشمبر وتاكي كارديا توجيب انفستيجيشن. احنا كارديولوجي يبقى قمه التاليف اي سي جي اكس راي ايكو قسطره هتطلب ايه فيهم؟ استنباط قلناها قبل كده في الباك في الجراوند في المحاضر. اي سي جي هتقول لي كده الف لي عيان هارت فيلير وعملت له رسم قلم هتلاقي ايه؟ هتلاقي تاكيكارديا؟ اه هلاقي تاكيكارديا في اي سي جي ماشي. ممكن تلاقي اسكيميا كسبب، ممكن تلاقي اريزميا ككومبليكيشن، ممكن تلاقي شامبر انلارجمنت اه طبعا، ممكن الاقي في الاي سي جي رايت فينتركل رايت وهكذا. فالاي سي جي الكلام اللي فيه اه كلام علمي بس سهل ان انت تقلل. هتقول في تشيمبر اللارجمنت وبعدين قول لي سبب الكوميونيكيشن الاسكيميا والريزم وبعدين التاكيكارديا اللي انت قلتها. طب اكس راي، الاكس راي شيست اتعود تقول هارت ولانج، عود نفسك كده لو حد قال كلمه اكس راي شيست تقول هارت ولانج. ها قول لي هتلاقي في الهارت شامبر اللارجمنت رايت فنتركل وليفت فنتركل صغيرين او ليفت. انتوا عارفين الرايت فنتركل بيعمل في الايبكس لما تيجي تبص في الاكس راي ده الدافرام وده الهارت او ده الدافرام وده الهارت. الكارديو فريق الانجل اللي بين الهارت لو اكتيوز زي اللي هناك دي يبقى ده ليفت، لو اكيوت يبقى ده رايت. يبقى الاكس راي هارت ولانج، الهارت فين؟ الشامبر اللارجمنت. هل ممكن يكون في بلمونر هيبرتنشن؟ اه طبعا. لو عيان عنده حاجه في الرئه، حاجه في الرئه يعني عنده ليفت سايد ماتر ستنوز، ماتر ستنوز عمل لانج كونجيشن، لانج كونجيشن عمل بلمونر هيبرتنشن، بلمونر هيبرتنشن عمل رايت سايد فيلير، يبقى في ماتر ستنوز. يبقى الجان عين جان لي رايت سايد فيلير بس هلاقي في بلمونر ايه؟ دايلاتيشن. فممكن في الاكس راي في الهارت الاقي الشيمبر انلارجمنت او الاقي بالمودرن انفيشن. طب واللنج؟ تلاقي في اللنج
مال بوزيشن تبقى سايتيك بوزيشن وممكن الاقي بلورال افيوجن من الميكانيزم اللي بتخلي يحصل اديما زياده الهيدروستاتيك بريشر في اي مثل لما يكون في سيستم كونجيشن مش هيدروستاتيك بريشر في البسر عالي فيفلتر في الاول ممكن يحصل بلورال افيوجن وبخاصه على الانسان يبقى الاكس راي هارت ولن الهارت في ايه ولن في ايه الايكو اللي كان معانا في الراوند قلت له الايكو الايكو يعني الترا ساوند تروح تضرب في القلب وترجع ترسم صوره على الشاشه واحد دايجنوز الليجن الكلام ده اللي مكتوب في الفجر الايكو دايجنوز الليجن اثنين دايجنوز الشيمبر اللارجمنت ثلاثة الفانكشن ظهرت يقيس الفانكشن أربعة بيلي اوبراتيف اسسمنت بوست اوبراتيف ايفالويشن أربعة وخمسة داخل يعمل أي حاجة بس هنا في الفيلير لازم تقول لي يعني ايه بيقيس الفانكشن الايكو بيقيس الايجيشن فراكشن تاني كنا جبنا سيرته الايجيشن فراكشن الطفل اللي بياخد مصروفه 10 جنيه اصل صرف منها 7 جنيه يبقى صرف كام في المية؟ 70 الطفل ده الفنتل جنيه بياخد ال 10 جنيه امتى؟ سيستول ولا دايستول؟ في الدايستول ففي اخر الدايستول ما تقدرش تقول في اول الدايستول انت وصلك كذا لا في اخر الدايستول يبقى اسمه اند دايستوليك فوليا وصلك 10 جنيه في اخر الدايستول خلاص ما عادش هيديك اكتر من كده هيصرف منها الاستروك فوليا يبقى الايجيبشن فراكشن يساوي اللي انفقه على السبام هل هو بينفق 100%؟ طبعا لا الايجيبشن فراكشن النورمال من 55 ل 85% طبعا هتلاقي اختلافات بسيطه ولا حاجه بس هو كده علشان كده لما يجي لك عيان عامل ايكو والريجكشن فراكشن بتاعه طالع 60% ده نورمال ولا نورمال؟ نورمال بس ساعات بتقول العيان ده انا تمام ده طالع 60% يا راجل هو تخيل ان الوظيفه الطبيعيه كام؟ 60% دي تدخلها حقوق صح؟ عشان كده لو في البيت عنده فيه يعني كابتن مصري يقول لك كل التقارير ويترجمها يقول لك انا لقيت وظيفتي لغايه 60% لازم تشرح له كل بيت لازم يبقى في حد كده مفتي دورها يبقى في حد مفتي عندهم في البيت لازم خاصه اللي عنده شهيد يبقى ما تنساش في الايكو تقول ايجيكشن فاكشن الانفستيجيشن تاني الانفستيجيشن تاني نعم اي سي جي اكس راي ايكو قسطره القسطره في الفيلير ممكن تطلع سبب تطلع كورونري هارت ديزيز يكون السبب ان الكورونري ضيق ما بديش دم فلما تساعدها العين يتحسن اتنين في القسطره بتقيس البريشر طب انت تخيلك القسطره لما احب ادخلها للفنتركل عشان تقيس البريشر هسقطها بالفنتركل سيستول ولا دايستول؟ دايستول عايز المترو يكون فتح او الدرجات بتفرح دايستول يبقى ساعتك هتقيس البريشر في الدايستول طب اخر الدايستول لما اجي اقيس البريشر هو المفروض في الانسان الطبيعي في اخر الدايستول تلاقي معاه ايه دايستول فوليوم من ضرب 10 جنيه انت اللي تحاول صح؟ لان بصرف كام؟ 7 بيفضل كام؟ 3 الدور اللي بعدها اديله 7 فكل مره في اخر الدايستول هي 10 لو جيت في مره لقيت معاه 13 يبقى ما صرفش ضحك عليا انتوا معايا؟ لو طفل معاه 10 جنيه بيصرف لو طفل معاه 10 جنيه بيصرف 7 ويفضل معاه 3 وانت بتديله 7 دي كومبارس دول ولا ايه؟ انت عارف كومبارس؟ اللي قاعد يجيب كاميرا ورجع تاني عايز يفتح الشارع زحمة ف تخيل انت معاه 10 جنيه بيصرف 7 ركزوا معايا لما اجيب الليل انا عارف انه صرف 7 يعني معاه 3 فبديله 7 عشان الصبح معاه 10 طب لو جه في يوم ما صرفش فبديله 7 يبقى هيبقى معاه كام؟ 17 يبقى كل معاه كتير بعد كده ما صرفش طب احكي على الهارد لو جيت في اخر الدايستول لقيت معاه كتير يبقى ما صرفش يبقى فيلير انكريز اند دايستول فوليوم يبقى القسطره لو لقت انجليز اند دايستوليك بريشر او بوليوم ده علامه فيلير افتكرها باللي ما صرفش فلوس غير القسطره كان زمان في سيركيوليشن تايم طبعا يبدو بدائي بس ايامه كانت فكره عبقريه
لو انت حقنت بدله بتطير بروتايب سابستنت زي اللي بتطير لو حقنتها بذراع العيان هتخش على الرايت سايد اوف ظهرك هتروح على اللنج هتطلع في النفس اللي هي عدت على الرايت بس ده اسمه ارم تو لنج تايب انت حقنتها فين؟ في ايده وهي بتطير فلما راحت الرئه طارت يبقى ارم تو لنج خلاص؟ لو دي نورمال خمس ثواني يبقى انا لما احلم مدى ذراع العيان ولا الايدير طلع في نفسه بعد خمس ثواني اقول له الرايت سايد كويس وصلها في الزمن. طب لو ظهرت في النفس بعد 20 يبقى الرايت سايد تعبان. فالارم تو لانج بيقيس الرايت سايد. بس انا بحلم مادة ايه؟ بتطير. لو حلمت مادة ما بتطيرش مادة حلوه او مره هتطلع في ذراع العيان على الرايت سايد على الرئه مش هتطير. تروح على الليفت سايد على الاورطه على اللسان فيحسها. اسمها ارم تو طنج. ودي بتعدي على الرايت والليفت. فلو اتاخرت في الوصول للطنج يقول لك في حاجه في الرايت او حاجه في الليفت. اعرف ازاي؟ ما انا عامل قبلها الارم تو لانج وعارف الرايت. ده اسمه سيركيوليشن طنج. ووارد ان هي ام سي كيو. ارم تو لانج بيقيس، ارم تو طنج بيقيس. بعد كده الديفرنشال دايجنوزس. الديفرنشال دايجنوزس هذا بالكلينيكال بريشر. اولا ديفرنشال دايجنوزس الاكيوت والكرونيك. ثانيا ديفرنشال دايجنوزس الايتيولوجي. ثالثا ديفرنشال دايجنوزس سيستم كونجيشن نون كونجيشن لوكال تكاثر. دايما ديفرنشال دايجنوزس بيلعب على الايتيولوجي والكلينيكال بريشر. هتقول لي طب اكتبه بالتفصيل؟ ما عادش بقى ما عادش يجيب له اسئله كبيره عشان تكتب بالتفصيل. العلاج علاج مين؟ طب راجع كده الديفينيشن ايه اللي معلق في دماغك؟ قال هو طيب كلاسيفيكيشن كام؟ أربعة هما أناتوميك رايت وليفت وبوس وبعدين لو كاردك وأدوت وهاي كاردك وأدوت وبعدين ستوريك ودايستوريك وبعدين أكيوت وبروبي البرسيتيفيك فاكتورز روماتيك فيفر انفكتيف اندوكاردايتس انفكشن اوف بعد نشوف ظروف العيان وظروف القلب والشغل بتاع القلب. الكومباسيتر ميكانيزم خمسه، القلب بيعمل ثلاثه. تاكي كارديا دايليتيشن هايبرتروبيا. والجسم بيعمل اثنين هايبرتروبيا وكاتيكوريا. كلينيكال بيكشر اول ست مجموعات في الشيء. مترجمها بقى سيمبتوم وصعب. طب والكاردك ساين؟ تاكي كارديا وتشيمبر وجالوبوريا. الانفستيجيشن اس جي اكس راي هو اسطره والجنين هو سيركوليشن بارت. ديفرنشال دايجنوزيس تاليف التريتمنت بتوعي. الموضوع مش صعب بس عايز بعد ما تذاكره تلم العلاج. العلاج واحد هنقسمه لثلاثه. تريتمنت اوف ذا كوز ودي اكزامبل بس. يعني لو مثلا مايترال ريجيرز يعملوا بايبر بريسم. اثنين كوريكت بريسيبيتيتنج فاكتورز. ما ينفعش واحدة عندها انيميا الهيموجلوبين ثلاثة وتديها علاج فيليا وتتوقع تتحسن. لازم تعالج الانيميا تنقلها لا تنقلها ايه؟ انا عندي هيومن بقى مطمن. يبقى لحد دلوقتي اربع عناوين. واحد الجوز. اثنين لا بس واحد احنا قلنا عنوانين احفظ معايا الكوز والبريستيتيك فاكتورز وبعدين 2 اس سيمتوماتيك وسولت ريستريكشن وبعدين اهم اثنين بقى اللي جايين انك تقلل الورك اوف ذا هارت وتزود كونتراكتيفيتي. ما ينفعش تقلل وتقول العكس. تقلل ايه؟ الورك وتزود كونتراكتيفيتي. تقلل الورك عن طريق تركزوا معايا كده. احنا متفقين
2 من 2 بعد كده اس سنتيمتر قصاد وبعدين نقلل الورك ونزود كونتراكتيفيتي نقلل الورك بريسبت و3 دي ركز في الريسبت كده منتال وفيزيكال لازم تقوله كده منتال وفيزيكال منتال تاسبه بدي مهدد فيزيكال ريسبت انبت في اي وضع لازم تقول العيانة سيني سيني وعليه في السرير وحطه ورخة بتنفى لانك لو ما قلتش ممكن يقولون انهم على ضهره الدكتور قال رايح تقول عليه نفسه مخروق هيموت يبقى لازم سيني سيني لا بتحصل يبقى منتال وفيزيكال ايه فايدة الريست؟ قال لي قبل الاثنين ده اللي ورده ظهر وقال لي الهارت ريت وقال لي الجرادويشن ما هو اكيد اللي بيعمل مجهود غير اللي قاعد عيوب الريست ورلونج بيت ريست ورلونج بيت ريست ليها مشكلة كتير لو حد سألك بصفة عامة ايه الكوميونيكيشن ورلونج بيت ريست خد الجسم لير لير وخبط فيه السكن بيت سورس بعد السكن فيه مصر يبقى مصر ويستي جوه المصل العقل اوستيوبروزس الحركه بتستيموليت الاوستيوكلاست الحركه بتستيموليت الاوستيوبلاست وعدم الحركه بتستيموليت الاوستيوكلاست الطفل اللي بيجري وبيلعب وبيتخبط وهو صغير بيطلع عضلاته جامده انما الطفل ابن الباشا اللي قاعد فوق ما بينزلش لو كعبه في السجاده بتكسر لان الاوستيوكلاست هي اللي شغاله عشان كده التشرد ظاهره صحيه. يبقى السكن ريسورس المصل ويستي العظم اوستيوبروزس البسل دي بريتسوربوس دي كومبليكيشن بروبلم دي بريست وبعدين بما ان انت قلت مصل ويستي طب برضه يوري ريتنشن وكونستريشن ما دي محتاجه مصل برضه وبعدين سايكوزس اي واحد بينام في السرير كتير لازم يخش في سايكوزس وبخاصة لو اللي جنبه مات على السرير اللي جنبه او الناس عايشه حياتها هو ما بيقومش من السرير تحسها لو انت قاعد في البيت يومين ثلاثه لا انت مش نايم عارف ترد يومين ثلاثه على الكوسس لا انا بتكلم عن الناس اللي عايشه مش اللي نايم يعني بيكون 24 ساعه مع عمر بيناموا منهم 12 يقعدوا في الحمام 6 18 معظم الحمام الهايبو تنشن والانيميا بيناموا كتير زي ما هو يدرك راجع معايا الريست كده منتال وفيزيكال مميزات الريست بتقلل وتقلل وتقلل طب عيوبها خد بالك عيوب البرولونج ده سؤال بيتسال بطنه وجراحه واطفال تفتكر مفتاحها انك تمشي ايه؟ ليرز واخرها السايكوزس بعد الريست الثلاثه دي الدي هي الدايت دي محتاجه حد بس له قدره على التاليف يعني اكل عين الفيلم هيبقى ايه؟ يقلل التوتال كالوري صح؟ يقلل الليمت مش كده منطقي يقلل الصمت حتى عم بطلع الكلام ده مش لما بيخس ده اللي الحمل على القلب مش لما تقلل الليمت تقلل الاسوسكلوزس والصمت اللي قلت ريستريكشن صح طب ايه رايك الكربوهيدرات ما انت قلت تقدر تعمل ايه طب انت ممكن تديها كمصدر للطاقه بس في حدود البالانس اللي انت هتعمله انت هتعمله خطه المفروض على هارت فيلير مش نايم معاك في علاج واحد بتاع دايت طبعا بره في ناس اخصائيين دايت انما هنا كله جبنه رومي طيب ايه رايك في البوتاسيوم؟ تديله بوتاسيوم ولا تقلل بوتاسيوم؟ تقلل بوتاسيوم انا لسه قلت لك انا بدون هايبر كالميا يبقى ده ياخد عصاير بتاع عشان خوفه من الهايبر كالميا طيب يبقى دي الاولانيه دايت دي الثانيه دايليتورز فاصل دايليتور ركزوا كده لو جاب هارت وانا عملت دايليتيشن في الفينز مش بيحصل استجنيشن للبلط من داخل القلب قليل طب ودي ميزه ميزه ليه بقى؟ لان كان في ستارلينج لو كان دايليتيشن يؤدي الى كونتراكشن بس ده كان وزن
ليبلز. طب لما زاد الضريبة شيء قوي استرد له عشان يشتغل. انا بقى لما بقلل الدم اللي داخل بحاول اقلل الدايليتيشن عشان اشغل مين تاني استرد له. عشان كده بتدي دراج تقلل البريلود اللي هي بتعمل فينو دايليتيشن. ده يبقى له يفتح ورد على البين دريكشن. نعم ده يبقى له يفتح على البين دريكشن اللي هو البينو بشكل مقال لك مرضى ان شاء الله. سنة الدرجة لما تحسن ماشي حاجة الواحد. يبقى تقلل البريلود بالنيتريت بالمورفين. المورفين مش مجرد ماجستك بيعمل فينو دايليتيشن بيقلل اللود واللازكس. انا كده قللت مين؟ البريلود. قللت الدم اللي داخل. الدم اللي داخل يبقى نمل نيتريت مورفين لازكس. طب ايه رايك لو عملت دايليتيشن في الارتريون؟ مش كده خليت القلب يسوق الدم من غير طاقه؟ ريحته يعني قللت الافتر لود. اللي بيقلل الافتر لود الهيدرولازين النيفيدبن يبقى كده النيتريت وهتسرح. دي ارتريولر. ها؟ وممكن تحط الدايزوكسيد لو انت عايز. بس خليها اشيل وخلاص تبقى قلنا نمل. صح؟ مع كل ميل بقى له وقت 4% في الاحصائيه. يقابل 4%. وفي معظم المحاضرات تلاقي في ميل اكتر من الميل. صح؟ وكمان ذكائهم بقى ازيد من الميل. كان زمان العكس. لا هم بدأوا يذاكروا احسن منهم. دلوقتي تلاقي العميد ست. عميد كليه ست. رئيس القسم ست. هو فاضل بس الرئاسه. اللي بيقلل البري لود نمل. اللي بيقلل الافتر لود هن. طب ما تعرفش حاجه بتقلل الاثنين مع بعض؟ الانف الاسم. الانف ايه الانف اللي تعرفه؟ طب كده اتريال اتريال فاكتور. طب والاسي؟ ايه فين؟ فانت مثلا هتلاقي عندك صفحه خلاصتها قلنا نمل انف اسي. الكلام ده مهم. ربنا بيرزق بعض الناس ان هي الامتحان يراجع. واحد تاني ما يعرفش بيقرا موضوع واحد خلاص. فممكن جدا لو فاكر العلامه في الامتحان مع شويه ستريس ايه الموضوع. فلما حد يقول لك ايه البازوريتور اللي بتفيد الهارت فيلير تبص فوق كده تقول لنفسك قلنا نملى الف اسي وترجم بقى. بيقابل بريلود بيقابل افتر لود. احنا بنتكلم في الجزء الاول رقم 5 اللي هي رقم 5 ريست وثلاثه دي. الدي الاولانيه دايت. الدي الثانيه دايليتور علمناها. الدي الثالثه دايبيتكس. موضوع كده. موضوع مش المفروض اروح اجيب كتاب الفارما واقرا دايبيتكس. ما ينفعش ما تلحقش. هنقول فكرته وهي دي الخلاصه. بصوا على صح. انا بتخيل ان الجبني حصل فلتريشن لصوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وميه وخارجين في الشارع. ده اللي حصل في الجبني. بس الجبني بس مش ده يخرج. بتعمل ري ابزوربشن. الصوديوم بقى بدل 85% و15 وبلاتري وفاكولتيتر. بتعمل ري ابزوربشن ده راح فين؟ ناس الكلام ده. مركزين كده؟ ايه رايك لو انا اخترعت دراج يعمل انهبيشن لهذا الري ابزوربشن؟ يبقى الحاجات دي بدل ما تبقى ري ابزوربشن تخرج بره في الشارع وتاخد معاها ميه. هو ده دايوريتكس. فاي دايوريتكس يجي لك وضربت معاك مش فاهم الميكانيزم تقول ايه؟ انهبيشن اوف ري ابزوربشن اوف صوديوم بوتاسيوم كلورايد ووتر. اللي محتاج تركيز بس قد ايه؟ فلو احنا خدنا اول مجموعه اللي هي اللوب دايركت عشان سهله اسمها لوب مش محتاجه ذكاء يبقى الميكانيزم ايه؟ انهبيشن اوف ري ابزوربشن اوف صوديوم اوقات لوب اوف انا مش بتاع فرقه بقى عشان اقول لك الاسن جيرينج ولا ديسن جيرينج لا بقى.
ماشي الميكانيزم. طب اكزامبل للوك دايركتيك ده مثال شفوي. ايه هما اللوك دايركتيك اللي انت عارفهم؟ الفلوزامايد اللي هو اللازكس، القرص والانبول 40 مللي، وكان في زمان 20 مللي ناقص شويه دلوقتي يعني 20 و40. ده مين ده؟ الفلوزامايد. تاني واحد ايومي. واحد بيومي ترايد. بيومي واحد ولا واحد؟ واحد ملي جرام. بيومي ترايد 1 ملي جرام. ايسا كرينيك اسيد. ايسا للسيارات. ايسا كرينيك اسيد ده 50. الدوز دي مهمه وبتسال شكوي. حفظها سهل. 40 50 واحد. صح 40 50 واحد. ايه هم اللوك دايركتيك اللي انا اعرفهم؟ انا اعرف ايومي وعيسى والجوزة ميض وكمان واحد ترسي. ترسي من كلهم؟ لا ما عرفتش. ما عايز تقول مرسي يعني؟ طب ما جاش في اكسس. هنجيب له منين ده؟ ما فيش حاجه اسمها. ترسي ريتك. تورسي ريتيك اسمه تورسي مايند. ده الاسم التجاري. الاسم العلمي ايه؟ تورسي مايند. طب في كام ملي؟ 10 20. فاللوك دايركتيك لو عايز تحفظهم ممكن تقول 10 و40 يبقوا 50 واحد. صح؟ هي المذاكره عايزه كده وتحفظهم ازاي؟ انا حافظهم عشان بكتبهم بروشتات فغصب عني حافظهم. انما انت هتحفظهم ازاي؟ بالعلامه دي. اللوك دايركتيك بس يا شيخ كل اللوك دايركتيك اللي تعرفها لازم تبقى عارفها. بعد كده بوتاسيوم ريتيك ده الاول السايزايت. السايزايت ايه الميكانيزم بتاع الاكشن في السايزايت؟ ان هي بتري ابزوربشن اوف صوديوم بوتاسيوم كده ات بروز ماتريك. قول لك ديسكال. ديستال تريبيوتس. يبقى السايزايد نفس الميكانيزم. ادي اكزامبل هل في فلوس سايزايد؟ طب قول لي بقى السايد افكت بتاعت اللوك دايركتيك وبتاعت السايزايد. بص بقى ما قدامك ايه؟ هايبوناتريمي، هايبوكاليمي، هايبوكلوريمي، هايبوفوليميا، هايبو تنشن. شو دول في الشارع؟ يبقى هايبو ولا في الاثنين هايبو. هايبر جلايسيميا، هايبر يوريسيميا، يوريك اسيد. ثم لو صوت سندروم. ايه لو صوت سندروم؟ مش انت بتقول ان الدايوريتك بتشتغل عن طريق انها انهبت الري ابزوربشن اوف صوديوم والميه. ايه رايك لو في صوديوم اصلا مش بتشتغل؟ طب هو ممكن الصوديوم في الجسم يقل قوي؟ ممكن. ليه؟ لانك عامل سولت ريستريكشن وكمان العين ماشي على الدايوريتك بقاله مده يبقى الصوت في الجسم قل يبقى اخراجه قل يبقى الدايوريتك مش هتشتغل فالعيان يورم تاني فهو هارت فيلير. ده اسمه نوصل سندروم. علاجه قدامك حلين، يا تدي دايركتيك تشتغل بميكانيزم اخر زي الاوزموتيك يا تدي العيان شويه صوت. فاهمين النوصل سندروم؟ السايد افكت بتاعت اللو دايركتيك هي نفسها بتاعت السايزايد. ولكن اللو دايركتيك تزيد اوتو توكسيستي. لو عيان راح لحد قلب وزن ولقى الهيرنج بار قليله تلاقيه بيديله ورقه من الادويه اللي ما ياخدهاش من ضمنها اللوب دايركتيك. يبقى ما يميز اللوب عن السايزايد سامعني؟ اوتو توكسيستي. المجموعه الثالثه بوتاسيوم ريتيننج دايركتيكس. بوتاسيوم ريتيننج دايركتيكس اسمهم بوتاسيوم ريتين. يعملوا ايه؟ يحافظوا على البوتاسيوم ويخرجوا الصوديوم. ازاي؟ اول واحد فيهم سبايرونو لاكتون. ده بيعكس الاندوستيرون يبقى الميكانيزم بتاعته انتي اندوستيرون. فيعمل ايه؟ بوتاسيوم ريتينشن وصوت اكسكريشن. البوتاسيوم ريتينشن هو بيستو. لما يحافظ على البوتاسيوم في عين هارت فيلير يبقى منع الديستال توكسيستي. لما يحافظ على البوتاسيوم في عيان ليفر يبقى منع ديباتيك كيبالوس. يبقى مثل المجموعه دي ايه؟ انها بتحافظ على البوتاسيوم في مين؟ في الهارت فيلير وفي الليفر فيلير. طبعا عيبها انها بتحافظ على البوتاسيوم.
بس في الرينال فيلير. لو اتخذت في الرينال فيلير هتعمل هايبر كاليميا ممكن عيني يموت من الريسك. يبقى الميزه هي العين بس الفرق في الظروف. ميزه في اثنين فيلير الهارت والليفر وعين في الرينال فيلير. اشهر كومبليكيشن للسبيرونال اكتون جاينيكوماستيا اوعى تنساها جاينيكوماستيا. تاني اكزامبل في المجموعه دي ترايا مترين. ترايا مترين بيعمل ايه؟ بوتاسيوم ريتينشن صوديوم اكسكريشن بس الميكانيزم انون ما تقدرش تقول انتي الدستروم. ده مين ده؟ ترايا مترين عيبه كدني انترستيشن نيفرايتس وستوم. ثالث واحد اميلو رايد مش اميكو اميلو رايد من الاسئله اللي سالت شبهي. قول لي لو واحده في المدرج ماسكه الموبايل ومركزه فيه يا ترى بتعمل ايه؟ ده احد الاسئله اللي سالت. ايه الاحتمالات؟ انها بتشوف الساعه انها بتبدأ رساله لماما تقول لها اتاخر عشان البدل او انها بتتابع الاخبار ولا الانتخابات صح؟ نرجع لموضوعنا. واحد قول لي اكزامبلز اللوجاريتكس البروزامايل والبيومتانايل والايساكرينيك والتورسيمايل. السؤال اللي بيتسال كتير برضه ايه البوتاسيوم ريتيننج اللي انت عارفه؟ كلكم بتقولوا صغيرون الاكتوب، بتكسر الاثنين التانيين. ايه هم الاثنين التانيين؟ طلعت بترين واميل ورايد، تعلموا عليهم الاكتوب. افكركم اول اثنين كوز وبريسيدنج فاكتور، ثاني اثنين اثنين اس. وبعدين ثالث اثنين اقلل الورك عن طريق ريست وثلاثه دي وعلمناهم. وبعدين ازود الكونتراكتيفيتي. ازود الكونتراكتيفيتي عن طريق البوزيتيف انوتروبكس دراجز. الانسان شافه ساعات يقول لك ايه البوزيتيف انوتروبكس اللي انت عارفهم؟ واحد ديجيتالز، اثنين الامينوفيلين. امينوفيلين عارفه؟ الامينوفيلين احنا حافظين ان البروكولايليتور له اربعه اكشن او خمسه. الامينوفيلين يزود الكاردا كونتراكتيفيتي. بص في الاتروب وبيعمل برونكو دايلاتيشن وبيعمل بازو دايلاتيشن ومايلد دايلاتكس. وبتوع الشيست كاتبين في كتابهم انه بيحسن الديافرامات الموبيليتي لما تديه عين برونكيا الازمه. يبقى البص في الاتروبكس اللي انت عارفهم اول اثنين ديجيتاليز ومايلو فولين، ثاني اثنين دوبامين دوبيوتامين. الدوبامين والدوبيوتامين دول بتاخدوا بالعين المركزه انفيوجن حسبوا بالمينت بير مينت. الجرعه بتاعتهم سهله. اكتب الدوبيوتامين من 2.5 ل 10 واكتب الدوبامين الضعف من 5 ل 20 او يعني اعمل له رينج واسع قوي من 2.5 ل 20 مثلا. مايكرو جرام بير كيلو جرام بير مينت حسب بقى. خد بالك الدوبامين ده بره موضوعنا، ولكن الدوبامين اللي هو جرعته واسعه لو بجرعه صغيره بيشتغل على الدوبامينرجيك ريسبتور يزود الرينا بلوت فلو. لو بجرعه وسط يشتغل على البيتا ريسبتور يزود الكونتراكتيليتي. لو بجرعه كبيره يشتغل على الالفا. عشان كده الرينج بتاعه واسع. عشان كده لما تشتغل على مركزه هتلاقيك بتحدد انت بتدي ليه. عيان لوجوريك ما يجيبش يورين والبلد ريشر بتاعه مش وحش هديله بجرعه صغيره وهكذا. يبقى الدوبامين والدوبيتامين يبقى كده كام انوتروبكس؟ اربعه. ام رينون وميل رينون دول بوستر انوتروبك دراجز. ام رينون وميل رينون. ام ومال ام رينون ميل رينون. وكان في كمان بوستر انوتروبك جلوكاجون بس مش هقول هدي هرمونز عشان اعمل بوستر انوتروبكس. بدا اكزامبل للبوستر اهمهم طبعا الديجيتاليز. الديجيتاليز الاكشن بتاعها بتزود حاجتين وتقلل حاجتين. بتزود الكونتراكتيليتي والاكسايتابيلتي وتقلل الاس اي نود والاي بي نود.
اللي بيسيل. ودي حاجه حلوه. اه طبعا مش انت قلت ان التابي كارد لما بيسيل بتقلل الفيلنج؟ طب ايه عملت انهبيشن للاس نود؟ يبقى بتنهبت الاس نود والليف نود وزاد كونتراكتيفيتي وزاد اكسايتابيلتي ولها دايوريتك افكت دايوريتك سيلفر ولها على الاي سي جي اكشن مميز. على الاي سي جي ممكن تعمل حاجه اسمها ديجيتال بص كده ده المفروض البي ويف الكومبلكس والاس تي تي لو البي ويف كده والكومبلكس كده المفروض الاس تي تي تبقى كده لا عملت كده وقعت قدام ده اسمه ساري عامله زي الفتله المفروض بس الفتله تقع منها كده الثاني اللي ده اسمه ديجيتاليز افكت يعني انت ممكن تمسك رسمه بالقلب في العياده تقول للعيان انت بتاخد ديجيتاليز من رسم القلب من ايه؟ يبقى ده من اسباب انك تقف الضرب لانه مش توكسيستي. انما تاني حاجه في الاي سي جي الاريزميا والهارت بلوك. الاكشن اوف ديجيتاليز عناوين بيزود كونتراكتيفيتي ويزود اكسايتابيلتي ويقلل الاس نود والاي بي نود وله دايركتيف والاي سي جي. الانديكيشن اوف ديجيتاليز الهارت فيلير والاتريال اريزميا. الهارت فيلر عشان انه مزاد الكونتراكتيفيتي. طب والاتريال اريزميا عشان بتنهبت الام نود فبتعمل فلتر. الكونتر انديكيشن ابسوليوت كونتر انديكيشن وريلاتيف ودرجز. الابسوليوت يعني ما تقدرش تدافع عن نفسك، ما تقولش ده انا كان قصدي كذا، لا سجن على طول. ليه؟ عيان عنده ديجيتاليس توكسيستي، ازاي تديله ديجيتاليس؟ ابسوليوت. فنتريكولار تاكيكاردي لو ده ديجيتاليز ريزايتابيلتي يدخل في ريليش ابسوليوت برضه. مركزين؟ في بقى ريلاتيف عنده بارشل هارت بلوك انا اديت له كميه خير ان يجي له احسن من هارت فيلير بس قال لي بوب ايه يتلحق ما يموتش. بيبتك السر هيزود الاتش اس ال ما تديله حاجه تغيره. يعني في حاجات فيها هات وخد. اي اتش اس اس لا يزود الكونتراكتيفيتي فيزود الاستراكشر. فخليك فاكر ان في ابسوليوت وفي ريلاتيف وفي درجز. الدرجز اللي ما تاخدش مع الديجيتاليز الكانسر الادرينالين الاتروبين الميضاع الفيجا الافكت بتاعها. الكلام ده سهل ومكتوب عندكم بس خليك فاكر ابسوليوت وريلاتيف ودرجز. اللي هي في الكلام ده ايه بقى؟ ديجيتاليز توكسيستي. سؤال تحريري صغير. احنا في كل البلدان لحد دلوقتي مره جه انفيوجن هارت فيلير ايديولوجي ومره جه كلينيكال ميشن وبعدين بدا ينقي من التريتمنت. لا انا بتكلم على جيل كنت انما ما قبل ذلك كان الفيلير كله ممكن يجي انما ده كده يعني حتى لو قال لك ديجنوزس الفيلير ممكن يبقى سؤال كبير. يبقى تشتغل كاكشن ست انديكيشن هارت فيلير ايه اف واتش اف الكونترا انديكيشن هو اعتسى ابسوليوت وريلاتيف ودرجز. الشانس سكسيسي لو جت تحليل بقى تكتبها ازاي؟ واحد بريزبوزيتي فاكتورز هايبو كاليميا هايبو ماجنيزيميا هايبر كالسيميا رينال فيلير ليفر فيلير عشان الاكسكريشن اولد ايج عشان الاكسكريشن هايبوثايرويد عشان مفيش حرق. يبقى بريدس كوزن فاكتورز فور ديجيتاليز توكسيستي ما تنساش الهايبوكاليميا. طب الكلينيكال بيكشر اوف ديجيتاليز توكسيستي كارديو فاسكولار سيستم تعمل برادي ولا تاكي؟ تعمل برادي على الاس تي نود يبقى برادي كارديو والفيرست ساين اوف ديجيتاليز توكسيستي برادي كارديو. انما لو زودت الاكزايتابيلتي ممكن تعمل اني اريزميا. يبقى ممكن تعمل اني طيب اوف اريزميا اكسبت بي ام سي كيو اكسبت ساينس تاكيكارديا اللي هي بتعمل انهبيشن السينو. يبقى بتعمل برادي كارديا بتعمل اني طيب اوف اريزميا اكسبت ساينس تاكيكارديا وبتعمل هارت بلوك. مش انت بتقول ايه نوت؟ مش هي بتنهبت الاس تي نود والاي نوت؟ يبقى ده كاردو فاسكولار. جي اي تي انا ما اعرفش جي اي تي ليه انا روكزيا روزيا بودي. الفيرست ساين اوف ديجيتاليز توكسيستي بريدي كاردو. الفيرست سيمبتوم اوف ديجيتاليز توكسيستي انا روكزيا. الدكتوره نفسي تفهم عليها كده مش طايق.
حط ده بعد خالص. يبقى واحد كارديو فاسكولار، اثنين جي اي تي، ثلاثة العين، يلو فيجن، ورك نيرويدز. أربعة سي ان اس، سي ان اس اللي هي كونفولشن هيديك. خمسة دايميكوماستيا وهايبر كوأجولابيلتي. اصحى مش تشتاز اللي تعمل كده، تشتاز توكسيستي. يبقى انت النهارده في حاجتين بيعملوا دايميكوماستيا اللي هم سبيرولاكتون وتشتاز توكسيستي. يبقى تشتاز توكسيستي لو جات لك تحريري هتقول بريز موسيك فاكتور، وبعدين هتقول الكلينيكال فيكشر. الكلينيكال فيكشر سي ان اس وكارديو فاسكولار وجي اي تي ومسلمين. طب ريتمت اوف تشتغل سوسيستي ستوب ستوب جيف جيف ستوب ستوب جيف جيف ستوب ديجيتاليز منطقية ستوب بوتاسيوم لوزنج ديوريتكس. انت مش بتعالج هارت فيلير وبتديله لوب ديوريتك؟ معقول تديله دراج يعمل هايبوكاليميا؟ مش احنا بنقول تعمل هايبوكاليميا؟ يبقى ستوب ديجيتاليز ستوب جيف بوتاسيوم صح؟ عشان لو في هايبوكاليميا وجيف كانسر. صح؟ لا غلط طبعا. كانسر كريتنج ايجنت. دي حاجه تشيل الكانسر اللي يكون في هايبر كانسر. يبقى ستوب ديجيتاليز ستوب دايوريتكس جيف بوتاسيوم جيف اوعى تسرح وتقول كانسر. كانسر كريتنج ايجنت. وبعدين كده اربعه. عالج بقى عالج السمتوم. عنده براديكارديا اتروبين انوركسيا دومبريدون او الموتيليوم والحاجات دي. عنده كذا ياخد كذا. طب فاضل حاجه مهمه، انا عايز اشيل الاشتراك دي من الجسم، اعمل دياليسيس دياليسر. دياليسيس فكرتها ايه؟ ممبرين. فاكرين ضغط الاسموزي والكلام ده؟ ممبرين تعدي منه. فاللي يعدي يبقى في الشارع صح، اللي ما يعديش يبقى نمضى لازم. فهي نمضى لازم، ما ينفعش تدرس. امال الحل ايه؟ الحل ابعت لها حد يمسكها وياخدها من الجيش ويخرج. الحد ده انت بودي ضدها. فلما جم حقنوا الديجيتالس في رابط كون ضدها انتي بودي. الانتي بودي لو انتم فاكرين كان بيتكون من هيفي تشين ولايت تشين، فاكرين الكلام ده؟ وكانت الحته دي اسمها اف سي فراجمنت، والحته دي اسمها اف اي في فراجمنت. دي اف سي الكومبلمنت. فلما خدوا الانتي بوت ده حالوه الرابت طلع كبير، فحصل ضده ايمينولوجيكال ريكشن. قالوا ايه؟ طب انت عايزه كله ليه؟ ما تاخد الحته خد الحته اللي بتتعب مع الديجيتال وسيب الباقي. فروح تسليم دي ريموت في الشارع القدمي. عشان كده اسمها ديجيتاليز انتي بودي فاب فراجمنت. ديجيتاليز انتي بودي فاب فراجمنت. ده اللي بيمسكوا اللي يجي. الانتي دوت اوف ديجيتاليز سوسيستي از ديجيتاليز انتي بودي فاب فراجمنت. ايه البريبريشن اوف ديجيتاليز اللي انت تعرضها؟ ديجوكسين. ديجوكسين اسمه في السوق لانوكسين، العلبه الزرقاء للحصان. القرص ربع 25,000. الامبول الضعف لو وجد. تاني حاجه ديجي توكسين. الاولاني كان ايه؟ ديجوكسين. التاني ديجي توكسين. الفرق بينهم الاولاني رينال، التاني هيباتيك. تالت بريبريشن سي دي سي دي لا نيد. مش عايزك. سيدي العكس وصالك. صح؟ عكس وصالك مش عايزك، يبقى سيدي لا نيد. سيدي لا نيد. ده أمبول بس 4 من 10. 4 من 10. آخر واحد الأغاني حرام. صح؟ والتلفزيون حرام والتصوير حرام. بما إن الأغاني حرام يبقى المفروض تتوب. صح؟ مش احنا سيدي وصالك الفرق ده اللي بيتوب بيسميه ايه؟ الاوابين.
هو مين؟ طب انت قلت اربعه، انت السيد اللي كان اربعه صح؟ الاغنيه تاخد ساعه كده يبقى تبقى انت الساعه 5، يبقى السيد اللي هي اربعه اللي هو بين 5. ودايما التوبه التوبه رابط قص شورت ديمشن، فلو بين مميز مش حقيقه ان شاء الله بقى كويس. وبعد يومين ثلاثه تلاقيه برضه بس السيجاره، ايه يا عم؟ قلت لها واحده بس كده ان شاء الله ربنا يخليك تدعي لي. فالهوامين مميز برابد اوسط شورت دوريشن، هو امبول بس. يبقى البربريشن اللي انت عارفها وانا عارفها، الديجوكسن والديجيتوكسن ها وسيدي لا مين وهوامين ها؟ الديجيتوكسن الاولاني 25 من 1000 والامبول الضعف، الديجيتوكسن 1 من 10 والامبول الضعف. بس اللي موجود في مصر الديجيتوكسن بس الاولاني. احنا كده قلنا 6 عناوين في الهارت فيلير، اول 2 احنا هو 5 لاين دلوقتي، كوز وبرسنتيشن، تاني 2 اس، تالت 2 اقل الورك عن طريق ريستو، التلاته دي طاير فايليتور وديوريتكس واتكلمنا عليهم. بعد كده زود الورك عن طريق بوست في النتورك واتكلمنا على الديجيتاليس. في حته بس في الديجيتاليس يعني هي مش صعبه، بس حاولها عشان لو ضايقت حد هو بيسافر، انما خلاص بقى ما عادش صعب حد يسافر في الكلام ده لانك شو وقت اصلا. بص كده دي العضله وده الاكتين وده المايوسين، المفروض يحصل سلايدنج، ولكن هنا التروبونين مانع. عشان يحصل كونتراكشن لازم الكالسيوم يزيد عشان ياخد التروبونين ويبعد التليفون عن طريق انه يزود الكالسيوم، فالكالسيوم يشيل التروبونين يحصل كونتراكشن. فاهمين كده؟ الكالسيوم عشان يزيد بيزيد مع الصوديوم. الكالسيوم عشان يزيد بيزيد مع ايه؟ مع الصوديوم، يعني لما الصوديوم يزيد الكالسيوم يزيد. انا بجيبها لك بالعكس. طب الصوديوم عشان يزيد لازم يتبادل مع البوتاسيوم. في عايزه جوه يبقى البوتاسيوم يخرج بره. يبقى البوتاسيوم يخرج بره. دي عمليه اكتف محتاجه طاقه. الطاقه تيجي من تكسير الاي تي بي. صح؟ واللي بيعمل الطاقه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. صح ولا غلط؟ الصوديوم بتكسر الاي تي بيز، لو كسر الاي تي بي يدي طاقه، والطاقه تشغل الصوديوم بامب، والصوديوم بامب ربنا عاملها عشان كل ما الصوديوم يخش الخليه يطلع بره يمشي. صح؟ الديجيتاليز بتنهبت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي بتنهبت، فيقوم الاي تي بي ما يتكسرش يبقى مفيش طاقه، يبقى الصوديوم اللي داخل الخليه مش هيتطرد فيفضل في الخليه ومعاه الكالسيوم. فاهمين الميكانيزم؟ انهبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، ما عادش فيه طاقه، مفيش طاقه للصوديوم فيفضل الخليه ومع الكالسيوم. نكمل علاج الهارت فيلير، فاضل اخر 2 حاجه لا ينعكس ما عادش، هما 2 بس. هو فاضل 2 قال لك نعالج حاجه اكيوت ونعالج حاجه كرونيك. الحاجة اكيوت هي الكاردياك ازمة والبلمونري ادينا والديك تحريري. عايز تعالج كاردياك ازمة والبلمونري ادينا ودي اكيوت، يبقى 1 هوسبيتاليزيشن، 2 اكسجين، 3 مورفين. ده اول 3 حاجات دخلنا المستشفى وشممناه. شممناه ايه؟ طالما شم ما نخش على المورفين. ايه فايده المورفين في الهارت فيلير؟ الانسان تضرب نفسك قلم. الانسان اللي مش دكتور صيدلي تقول له ادي العيان مثلا منه في المين، يقول لك يا دكتور وايه العيان؟ هو كاتب لك شيء منه في المين. لا بتاع الحس ايه؟ يا عم في العاده خدت العلاج يقول لك لا منه في المين ما خدتوش لانه الدكتور قال لي ما خدتوش. طب انت جاي لي لا صباحك الثلاجه؟ هو الكلام ده حقيقي، مش مشكلة كبيرة في الكلام ده. في عيان يروح للصيدلية يقول لك ما تاخدش العيان ده وحش جدا. يجي لك بعد اسبوع يقول لك ما تحسنتش. فلما تدردش معاك تكتشف ما خدش العيان.
المشكله في كده ان في حاجات خاصه بك انت. انا جاي عليا بكحه وراح اقول للدكاتره انا مفترض وراح اقول للدكاتره فانا بفحصه ليه هارت فيلير والكحه دي لون كونجيشن فكتبت له ابولات لازيس مفترض راح يسال الصيدلي الصيدلي قال له طب يا ابني بس انا بكح بكح يا راجل ده مدير البول هو من وجهه نظر ان الكحه يعني ضد حيوي اكسبكتور في دكات المفروض انت تعرفها من ضمنها المورفين احنا قلنا الميلوفيلين بنقول له خمسه اكشن الميلوفيل المورفين نفس الكلام كل الناس عارفه انه انرجيسك انت بقى تزيد عليهم انك عارف انه بيقلل البريلو لانها مش شويه بيقلل الفنتريكولار فيبريشن تخيل المورفين بيزود الثريشولد فبيعمل الفنتريكولار فيبريشن بيقلل البين لو في انفارشن بيقلل الابريهنشن توتر فالمورفين هنا هيفيدك في مقلل البريلود انما الحاجه الاكيوت اول ثلاث حاجات دخلناها المستشفى ها وشملناه اكسجين ودارو مورفين ده ثلاثه الثلاثه اللي بعدها بينا وبين بعض كده هنسموهم انتي فيلير اللي هما ديجيتاليس انترافينوس امبولات دايوريتكس انترافينوس اللي هي اللود دايوريتك فاكر اللود وبعدين مينوفيلين انترافينوس المينوفيلين انترافينوس لازم يتاخد ببطء لو اتاخد بسرعه يعمل اريزميا اول ثلاثه كله يسقط اول ثلاثه مستشفى اوكسجين مورفين ثاني ثلاثه ديجيتاليز مينوفيلين ثيوريتكس ثالث ثلاثه دوبامين دوبيوتامين دايليتور ثلاثه دي عارف جرعة الدوبامين والدوبيتامين؟ ده من نص ال 10 دول 20 طب والدايليتور عارفها؟ انت قاسي قلنا نم صح؟ اكتب قلنا تسعه اول ثلاثه وبعدين ثلاثه انتي فيلير وبعدين ثلاثه دي فاضل لك الماضي والحاضر الماضي كان بيقولوا هو القلب تعبان ودخل في الاكوت فيلير ما نريح القلب وشغل القلب ايه؟ استقبل دم ماشي قال الدم يقوم ضربين ابره في ايد العيان ويسوي ايه؟ يجيب دم الفيني سيكشن فالفيني سيكشن كان فكرته انك تقلل حمل القلب وده علميا بينا وبين بعض صح مش هايبر بريميا تقيله صح على ايامهم ده ايام حشاشوك على ايامهم فكره ايه بيريح القلب اه احنا بقى دلوقتي نقول لا الكلام ده غلط فالفيني سيكشن كان بيتعمل زمان ياخد دم يرموه انما حاليا انت بتعمل عليه فينيسيشن مش بتدير دايريتكس ما دام هو فينيسيشن اسمه ميديكال فينيسيشن يبقى زمان كان فينيسيشن اتطور الامر شويه وقال لك طب هو ده بيتم الدم في الشارع ما تقلش بينا سيطرته وخلاص اجيب جهاز ضغط الف هنا وارفع الضغط واجيب جهاز ضغط هنا والف وارفع الضغط وهنا والف وارفع الضغط مش كده قللت فينا سيطرته ريحت القلب اهو قللت البريلود اديت فرصه للستارلينج بلوك طب بعد شويه يحصل اسكيميا هيك بقى والايه؟ في دراع فاضي لففه بقى. ده اسمه روتيتنج تورنيكيت. الكلام ده كان في كاسات زمان بس كانت كويسه، في زمانهم كانت كويسه اللي هي الفيني سيكشن و روتيتنج تورنيكيت. فاضل حاجه بتتعمل في العلاج مركزا انترا اورتك بالون كاونتر بولسيشن. على فكره دي اللي احنا بندرسها انما في كذا حاجه دلوقتي زيها. ايه الفكره؟ انا واقف هنا عايز احلق القلم عند الحيطه اللي هناك دي مش قادر اروح حاطه هنا وانت تعمل ايه بقى؟ لا تقول لي تعمل ايه؟ استنى فالانتر اورتك بصراحه الانتر اورتك بص كده ده القلب اهو تخيل الاورطه تخيل الاورطه كده القلب ده تعبان تخيلها معايا بس بيسوق الدم يا دوب لهنا وبعد كده مفيش سرعه خالص. طب ايه لو انا حطيت له هنا حاجه زي بامب بتبقى ريلاكسد ريلاكسد يورين سيستول يورين ايه؟ فالدم يدخل فيها. طب يورين سيستول مرتبط فسوق هي اللي فاهمين الفكره؟ عشان كده اسمها انتر اورتك لان محطوطه في الاورطه اللي مسقي في الدم كاونتر بولسيشن يعني ايه؟ بتاخد من القلب وتسوق فلما القلب يقوم يشتغل هي ريلاكس عشان تاخد منه اسمها انترا اورتيك بالون كاونتر بوزيشن في تعديلات كتيره في حاجات بس حط جوه القلب يعني انا شفت محاضره قريب بيحط هنا حاجه جوه القلب
الحاجه دي تاخد من القلب وتزق من الاورطه. عارف مكان الري بتاع زمان؟ بالظبط. ففي اختراعات كتيره في الاسيستنج اللي هو بتاع الارض، انما انتوا اعرفوا انترا اورتك بلون بوندر بوزيشن. لو رجعت معايا الوقت التريتمنت اوف كارديك ازما بالونه القديمه هتلاقينا ماشيين ثلاثات، اول ثلاثه احفظ هوسبيتاليزيشن والشيب ومورفين. تاني ثلاثه جيتال ومنهم الليمبيا ريتمس. تالت ثلاثه ثلاثه دي اخر ثلاثه زمان فيني سيكشن. بتدي بترونيكين حاليا انترا اورتك زمان وحاليا انترا اورتك. اخر عنوان في الهارت فيلير وده جه تحريري، خد بالك 7 بيجي تحريري و8 بيجي تحريري، ريزيستنت هارت فيلير او ريفراكتوري هارت فيلير. خد الدنيا احنا قاعدين نذاكر مع بعض، محدش يبص لي بصه لوم انت طويل في ايه؟ يعني ليست محاضره رسميه في الجدول، احنا بنذاكر مع بعض. ما تعملوا شويه عندكم تعبانين واقفين وتتكلموا ربنا معاهم. اول مره بقى بتلاقي يبص لي كده حرام عليك. لو جالك سؤال تحريري ريزيستنت هارت فيلير او ريفراكتوري هارت فيلير او انتراكتبل هارت فيلير، ده ليه كتير. تجاوبوا ازاي؟ واحد ديفينيشن هارت فيلير ريزيستنت تو يوجوال لاينز اوف تريتمنت. اثنين عينين جولا خدوا نفس العلاج، واحد اتحسن واحد مات. هارت فيلير ريزيستنت تو يوجوال لاينز اوف تريتمنت. تاني حاجه بتبقى في السؤال ايديولوجي. اول حاجه في الايديولوجي الكوز ما اتعالجش. فور اكزامبل مايكرو ريجيرش او اورتيك ريجيرش سيمبتوم تديله علاج، طب اتعالج السبب. اثنين البريسبيتيتنج فاكتور ما تحسنش، حد صلح وتكتبها فاكرينها؟ وات فير انفكتد اندوكاردايتشست انفكشن يبقى كده اثنين. ثالث حاجه يبقى كده بوزر بريسبيتيشن. ثالث حاجه العيب في الدكتور. رابع حاجه العيب في العميل. هو الدكتور شروطه ايه؟ التشخيص والعلاج دي بيها عيوبه. امبروبر دايجنوزس او امبروبر تريتمنت. امبروبر دايجنوز يعني ايه؟ انا مش خايف غلط. عيانه حامل. عيانه حامل. العيانه لما تكون حامل انا عارف انها حامل. هي محتاجه ذكاء. ماشي. بس الحامل دي جت لي عندها انيميا. وعندها تاكيكارديا من الحمل. فانا ماليش في الكارديولوجي، حطيت السماعه عليه تاكيكارديا. يا نهار ابيض ده جامد. والانيميا بزياده سرعه البلاط في لوب فعامله ميرمر، قلناها في الميكانيزم في ميرمر. عامله ميرمر، فانا حطيت السماعه سمعت ميرمر وتاكيكارديا. وهي مش عارفه تنام على ظهرها، كل ما تنام مثلا الكرش تقعد. فقلت اقصدني فشخصت. فيلير، اديها الفيلير، علاج الفيلير ما تحسنش، لان اصلا التشخيص غلط. فاهمين؟ لان في بعض الناس يقولها يعني هو مش عارف محمل، ما هو عارف بس هو شخص فيه. يبقى الامبروبر دايجنوزس فور اكزامبل بريجنسي. رقم اثنين بريكاردال افيوجن. البريكاردال افيوجن عامل كونجستد نيك فين وعامل له كاردال اوتبوت. مش ده عامل الفيلر. وانت حاطط السماعه ما عرفتش اسمع حاجه اصلا، لان يعني القلب غلقان في ميه. فشخصت خطا الفيلر عمره ما يتحسن. ماركت اوبيسيتي. واحد تخين جدا. يجي ينام على ظهره نفسه يتكرش فيقعد، فانت قلت ارصدني. حطيت السماعه ما انتش سامع حاجه اصلا. بطل تخن كده وقلت ده فشخصت فيلير، هو مش فيلير معانا. فكلمه امبروفر دايجنوز ما تستغفروش بيها. رقم اثنين اندر تريتمنت. يعني ايه اندر تريتمنت؟ المايند اللي انت قلتها دي ما عملهاش، ما عملش سوبر ريستريكشن، ما قالوش ريسك منتال وفيزيكال. لما جه قلت له الدراجز اداله اندر دوز، يبقى ده غلطه الدكتور. الدايجنوز غلطه العيان. ريسك مفيش منتال وفيزيكال، مش رايح نفسه. اثنين الصوت ياكل ملح. ثلاثة ما بياخدش العلاج. ليه هذا الهارت فيلير ريفراكتوري فور تريتمنت؟ ليه ما تحسنش؟ الديفينيشن انه ما تحسنش بالعلاج بتاعه. ليه؟ الكوز والريبسيتيشن. والعلاج والدكتور رقم خمسة الميوكارديا. اكستنسيف دامج اوف ذا هارت. يا عم القلب كله تعبان، انفكشن في كله، فايبروزس في كله، تحسن ازاي؟ الموضوع خلص. ماشي؟ يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا ديفينيشن وايه؟ وايديولوجي. الايديولوجي كام؟
خمسة كوز وبرزنتيشن والدكتور وعيان وزارة وبعدين تشد الخط كده وتقول له مانجمنت ازاي تصلحه. سامعني؟ المانجمنت واحد كوريشن اوف ذا كوز فور اكزامبل اورتك ريجيرش اعمله ريبليسمنت. اثنين كوريشن اوف بريسبيتيتنج فاكتورز فور اكزامبل شست انفكشن انتبيوتيك انفكتد اندوكاردايتس انتبيوتيك روماتيك فيفر ستيرويد. الروماتيك فيفر لما تاخدوها كانوا بيعلمونا ارثرايتس ياخد سلسلين كارديتس استرويد. صحيح الكلام ده في اعتراض عليه بس انت بتتكلم على هارت فيلر يبقى استرويد اللي هو بيعكس المسير ده في البريفنشن انما هي موجوده في استرويد. انيميا يبقى اول حاجه تعالج السبب، ثاني حاجه اصحاب اللي جاي ده نعالج البرزنتيشن، ثالث حاجه الدكتور. ايه غلطه الدكتور؟ التشخيص. يبقى سعادتك تكتب بروبر دايجنوستكس. البروبر دايجنوستكس ده فكرته ايه؟ واحد كلينيكال بيكشر عناوين، اثنين انفستيجيشن عناوين، وتركز على الافيشن فراكشن. واحد كلينيكال بيكشر كان مفتاحها ست مجموعات والشامبر والتاكيكارديا والجالب والريليش والانفستيجيشن. هنعمل انفستيجيشن فور اكزامبل اي سي جي اف اكس راي ولكن تركز على الانفكشن فراكشن. وبعدين الغلطه الثانيه للدكتور ايه؟ التريتمنت اندر دوز اوف درجز. ما تعمل له خطه العلاج بروبر تريتمنت انكلود واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. احنا قلناهم العناوين اللي قلناهم. ولو عايز تزق في النص كيف ما عدش ثالث مش مشكله لو عندك وقت. نروح للعيان. ايه غلطه العيان؟ النون كومبلاينس الريست. يبقى تعمل له هوسبيتاليزيشن عشان يريح غصب عنه وتديله ديازيبان عشان انت الريست وتتكلم على الريست. الغلطه الثانيه الصوت. اكتب صوت ريستريكشن. فاضل مين؟ الميوكارديوم. الميوكارديوم اتشتت خلاص مفيش فيه امل. يبقى الحل كارديال ترانسبلانتيشن. بتتعمل ازاي بقى؟ الراجل عايش اهو مسافر يعمل عمره على طياره خاصه ويعزف الامير الناري. مش احمد دهلك عامل كارديال ترانسبلانتيشن بتتعمل والفيز ترانسبلانتيشن بتتعمل واللاند ترانسبلانتيشن بتتعمل والكيدني والبنكرياس. الفيز بتتعمل اه. فكرت ترانسبلانتيشن مش كلام نظري. لحد دلوقتي الديفينيشن ما تنسوش اول تايمز كلاسيفيكيشن قلناها وقلنا الايتيولوجي والبرزنتيشن الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن والتريتمنت. خدوا بالكم من الكارديك ازمه الاعلاج والريفراكتور هارت فيلر. كده خلصنا هارت فيلر. يا ريت النهارده بالليل تقروا. زمان كنتوا واقفين زمان كان يقول لك البيتا بتبقى كونتر اندكيتد في الهارت فيلر. الهارت فيلر تطلع بره نتيجه الدروب. حاليا طلعت موضه. قالوا انت قلت في الباصل السيرجي ان كاتب الامين ايه؟ عالية. مش الجسم يعمل هايبر بريد يطلع كاتب الامين. طب كاتب الامين عالية دي فبتعمل اكزوشن اكتر. فما تدي له سنة البيتا بلوكر تحمي القلب منها شوية. فطلعت موضة البيتا بلوكر في الفيلر. فكرتها انك تبريدكت الهرطة من الاكسس كاتب مردود عليها ان ممكن البيتا بلوكر اللي هي نيجاتيف الاوتوبيك افكت فتتعب القلب. فقالوا لا مش اي بيتا بلوكر. ندي حاجة هاي سيلكتيف بحيث ما يبقاش ليها نيجاتيف الاوتوبيك. اشهرها الكاربيدينول. كاربيدينول. ولكن البيتا بلوكر في الهارت فيلير يفضل يكون العيان هوسبيتالايز ويفضل تبدا بسمول دوز وتزود بالتدريج. لو اتحسن كامل ما اتحسنش وقتها. انما البيتا بلوكر في جريتا اكسس كاتكولامين واشهر واحد فيهم الكاربيدينول. بس عشان كنت نسيت. I keep my feeling real low.